بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حديث سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه، والذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. وهذا الحديث وصلنا فيه إلى أن سيدنا كعب بعد أن صلى صلاة الفجر وقعد على ظهر بيت من بيوتهم بعد الصلاة، إذ هو يسمع صوتا صارخا جهوريا من جبل سلع بعد أن صعد إليه هذا الصاعد، وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال لسيدنا كعب: أبشر. فخر سيدنا كعب ساجدا لله عز وجل، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بأن الله قد تاب على هؤلاء الثلاثة. وذهب المبشرون يبشرون الثلاثة بتوبة الله عز وجل، وأقبل من يبشر سيدنا كعب رضي الله عنه، ولما بشره بنفسه خلع عليه سيدنا كعب هدية بهذه البشرة الطيبة، خلع عليه ثوبيه وهو يقول: والله لا أملك غيرهما يومئذ. وهذا في الحقيقة لا معارضة بين ما قاله هنا من أنه لا يملك غيرهما، وبين ما ذكره سابقا من أنه كان يملك راحلتين، وبين ما سيأتي من أنه قال بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن ينخلع من ماله لرسول الله وللمسلمين. لا معارضة بين ما قاله هنا وبين ما قاله هناك، لأن هذا محمول على أنه لا يملك غيرهما، أي من الثياب. وما دام أنه لا يملك غير هذين الثوبين من الثياب، هذا يعني أنه يمكن أن يملك أموالا أخرى غير الثياب، يملك راحلة ويملك أموالا، ولكن في الثوبين لا يملك غيرهما. وهذا لا إشكال، فقد يكون الإنسان ثريا وغنيا وعنده أموال، لكن ليس عنده من الثياب الكثير. فما قاله هنا إذن لا معارضة بينه وبين ما سبق. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا، التأمم القصد، التيمم القصد. الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن